هذه محطة جد مهمة، توقيع ديال واحد الاتفاق اللي هو مرحلي اللي غادي يدينا ان شاء الله مراحل اخرى في المستقبل، واللي بعد يعني بعد شهور ديال الحوار والحوار الجاد والنقاش والمسؤول ديال الحكومه وديال يعني الكتاب العامون ديال النقابات توصلوا انه واحد العدد ديال الملفات اللي كانت مطروحه لمدة سنوات باش يمكن تلقى الحل ديالها، باش تسهل المأمورية، باش يكون واحد الجو ديال الثقة وديال التعاون. وهذا الجو ديال الثقة اليوم كاين وتوقع، وان شاء الله غادي يدينا النقاش يعني حول يعني الستاتيو ديال 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 الاستاذ الموحد في المستقبل، ونتمنوا انه يعني جميع الفعاليات من بعد يكونوا موجودين معنا في النقاشات المستقبليه اللي كيقودها السيد وزير التربيه وكيقودها بجديه. والحمد لله مناسبه يعني للتهنئه ديال جميع لي بارتنير في هذه العمليه. شكرا لكم. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.